فبنعمل محطة في الصحراء، فمفيش مشكلة إن إحنا نعمل، يبقى عندنا المساحة موجودة نعملها، وعدد السكان بيكون قليل. لكن بالنسبة لنا هنا في الدلتا والمناطق الحضرية، هنبص نلاقي إن عدد السكان كبير، تصرفات كبيرة، المساحات قليلة، فيبقى بنستخدم الرابد ساند فلتر لأنه بيبقى له معدل ترشيح عالي وبيحتاج مساحة قليلة. المرشح ده زي ما قلنا لازم يسبقه عملية كواجوليشن وفلاكوليشن وسيدمنتيشن. في الرابد ساند فلتر الترشيح بيتم في كامل طبقة الرمل، لكن في السلو ساند فلتر كان بيحصل في أول 2-3 سم على السطح. طب ده بيحصل إزاي؟ إن أنا بكبر قطر حبيبة الرمل، يبقى حباية الرمل هنا بتكبر، فبالتالي الفراغات ما بين الحبيبات بتبقى كبيرة، فالرواد العالقة بتخترق حبيبات الرمل، فكل الرمل شغال كطبقة مرشحة. عمق طبقة الرمل بنحاول نقلله، بيقل شوية وبيزيد عمق المية فوق الرمل، ده عشان يعمل ضغط بحيث المية تمشي بسرعة خلال الايه الفلتر. عندنا مجموعة من الصمامات، ده أنا منزلها لك نشوفها في الرسمة، ممكن أنت عاوز تعرف في واحد ده إيه وفي اتنين. فالرسمة بتاع الرابت ساند فلتر هي نفسها قريبة من الرسمة بتاعة السلو ساند فلتر، هي برضو طبقة من الساند موجودة فوق طبقة من الزلط، والطبقة الزلط دي موجودة على الأندر درينج سيستم اللي هو نظام تجميع المياه. الاختلاف بقى بيبقى في الطبقة، في سمك الطبقة. هنا كانت طبقة الساند من 9 من 10 ل 1.2 من 10، هنا من 6 من 10 ل.75 متر. الزلط من 0.45 لنص. المياه بتدخل، يبقى هو نفس تقريبا شكل المرشح الثاني مع اختلاف سمك طبقات الرمل وطبقة الزلط، بس موجود ما عندي مجموعة من المحابس. أول محبس اللي هو فيه واحد اللي هو على اليمين فوق، وده الانفلنت، محبس دخول المياه الخام اللي هيتم ترشيحها. وبرضو عشان نحافظ على منسوب المياه في الفلتر، أدام بنقول منسوب مياه يبقى فيه فلوت فالف، محبس عوامة. بعد كده المياه هيبقى ارتفاعها من 1.8 ل 2.5 متر فوق طبقة الرمل، هتمشي خلال طبقة الرمل، خلال طبقة الجرافر، هيجمعها المواسير المثقبة اللي قلنا عليها أو البلوكات، أو هنا بيبقى فيه سقف وفيه مجموعة فواني هنشوف رسمتها، بتجمع المية ديت وتخرج. ما بتروحش بقى على صم، بتروح على الفالف اللي هو السلوس فالف المحبس اللي هو رقم 2، ده هيروح تو جي ار اللي هي الجراوند تانك، الخزان الارضي. يبقى دي مسار دوره تشغيل المرشح، لما تدخل من في واحد من محبس رقم في واحد وتمشي فوق الرمل، خلال الرمل، خلال الزلط، بعدين خلال نظام تجميع المياه اسفل المرشح، وبعدين تخرج تروح للخزان الارضي. خلاص تم ترشيحها وجاهزه للاستخدام. يبقى دي نظام تشغيل المرشح. طيب المرشح ده زي ما قلنا ان طبقه السند كلها شغاله في الترشيح، فالعوالق موجوده، ما بقتش بقى طبقه على السطح 2 سم نقشوطها ولا الكلام ده، لا، موجود العوالق كلها في الفراغات بتاع السند. يبقى لازم نعمل حاجه اسمها غسيل بقى للسند، ما نقشطش السند بالطبقه القذره اللي كنا بنتكلم عليها ديرت سكين ونرميه، لا، احنا هنا نعمل غسيل. يبقى نغسل طبقة السند. طب نغسلها ازاي؟ ان احنا نمشي المية عكسي، يعني هي في التشغيل المية جاية من اعلى لاسفل، لا، نمشي المية تمشي بقى من اسفل لاعلى، وهي ماشية اذا كان معدل الترشيح مثلا بيساوي 100 متر مكعب او 120 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، لا، نخلي معدل الترشيح ده اعلى، يعني ضغط المية وكميتها أكبر من الترشيح بحوالي 5-6 مرات. يبقى مثلا لو عندي 120 في 5 يبقى 600 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، ده معدل مياه الغسيل. فنمشي المياه من أسفل لأعلى.
هتعمل ايه؟ هتروح واخد الرواسب الموجوده ما بين الحبيبات دي وتخرج. طب هتخرج منين؟ يبقى الميه اللي هتعمل عمليه الغسيل ديت اللي هي بنسميها دخول مياه الغسيل اللي هي الوش ووتر، هتدخل من محبس رقم 5 اللي هو الفي 5، وبعدين تدخل في الماسوره الرئيسيه دي من اسفل في الاندر درينج، تطلع لفوق بالمعدل الكبير اللي احنا قلناه 5 لـ6 مرات معدل الترشيح، وهتطلع لاعلى خلال طبقه السند. وهي ماشيه خلال طبقه السند هتبدا تاخد الرواسب الموجوده وتخرج. طب المايه دي بقت فيها سلاج وفيها رواسب، بنتخلص منها، يبقى هتخرج من محبس الرواسب اللي هو تو ويست، اللي هو المحبس اللي هو رقم 3 الفي 3 ده. يبقى المايه هتخرج بقى من الزلط من الرمل واخدت الرواسب الموجوده، هناخد المايه ديت نرميها نتخلص منها في الويست اللي هي ايه، نرميها بقى في الترعه او المصرف وهكذا. يبقى دي مياه الغسيل، مياه الغسيل بعد ما تم غسيل الفلتر بتبقى مياه ملوثه. يبقى دي دوره المايه في الفلتر. دكتور، ايوه ليه ما بننضفش الرمل، ما بنعملش التنظيف زي الفلتر اللي فات اللي هو في السلو، ما بنشيلش 5 سم والكلام ده ليه؟ ما احنا قلنا الرابت ساند فلتر احنا كبرنا حباية الرمل. لما بنكبر حباية الرمل الفراغات ما بين الحبيبات بتكبر، فالرواسب بتخترق الطبقة السطحية وبتمشي في طبقة الرمل كلها، فطبقة الرمل كلها بتبقى شغالة كفلتر. فالرواسب موجودة في كامل 60 أو 75 سنتي. في السلو ساند فلتر كان سمك حباية الرمل صغير، فكانت الفتحات صغيرة فكانت بتحجز الرواسب في خلال السطح أو خلال 1 أو 2 سنتي، فكنا بنشيل 1 أو 2 سنتي. لكن هنا الرواسب كلها موجودة خلال إيه؟ طبقة الرمل كلها. فما ينفعش كل يوم أفضي الفلتر من الرمل وأغير الرمل بتاعه. ففكرنا نعمل إيه؟ نعمل غسيل. والغسيل يعني نعمل دورة للمية باتجاه عكس دورة التشغيل. واضحة كده؟ وكده مش كده انا بهدر في الميه، المفروض ان انا عايز انقي ميه، كده انا بغسل بميه كتير عشان اطلع الرواسب دي كلها. ما هو انا مضطر كده بقى، لان انا عاوز اعمل معدل ترشيح عالي، انتج كميه ميه كبيره مساحه قليله، فبالتالي انا عندي الويست الميه ديت بتبقى من 2.5 لـ5% من الميه المنتجه. يعني لو المحطه بتنتج 10,000 متر مكعب في اليوم، يبقى انا بيبقى عندي ميه اللي هي بتعمل غسيل وبرميها ديت حوالي 250 ل 500 متر مكعب. احنا في بعض المدن، في يعني المدن الجديده والكلام ده، بناخد ميه الغسيل دي نعمل لها شبكه مواسير خاصه بيها ونستخدمها في ري الحدائق والمتنزهات اللي هي موجوده في المدينه، فما بتبقاش ايه ويست قوي. ماشي، يبقى ميه الغسيل دي احنا بنعمل لها شبكه، بتبقى ايه مواسير مياه عكر. حتى لو رحت انت بعض المدن الجديده يقول لك ايه، تلاقي يافطه كده على يقول لك ممنوع شرب المياه عكر اللي هي بيرووا بيها الايه الحدائق. تمام. لما نشوف بقى قطاع للفلتر، خدنا قطاع فيه، ادي الاندر درين سيستم. هنبص، ادي عندي طبقه السند اهيت، تحتها طبقه الجرافل. الاندر درين سيستم عندنا مين؟ اندر درين ماسوره تجميع رئيسيه متوصل عليها مواسير عرضية اللي هي المثقبة اللي بتجمع المية. الماسورة دي متوصلة على مجموعة مواسير ومحابس. طب أنا عندي في حاجة فوق اسمها ووش ووتر جاتر، اللي هي قنوات تجميع مياه الغسيل. قنوات تجميع مياه الغسيل، لو رجعنا للرسمة اللي قبل كده، اللي هي المايلة بالسهم ده. طب انا لما بعمل عمليه غسيل للميه، الميه بتطلع من اسفل لاعلى، طب انا الميه دي لازم انا اجمعها عشان تدخل الصنب اللي هو موجود في الجنب. لو الميه طلعت من الحرف كده مكان ما الماوس بتعلق محدده، هتبدا تسحب رمل وتبقى بسرعه. فبنعمل مجموعه قنوات كده بميل، الميه تطلع في القناه دي تتجمع في كل الفلتر وتنزل في الصنب، بحيث انها ما يطلعش رمل وما يحصلش ويتم عمليه غسيل منتظم.
لما تبص تلاقي القناة، ادي قناة اهي، ادي القناة وفي قناة تانية زي، المسافة بين القناة والتانية بتبقى في حدود 2 متر. المية بقى في الغسيل بتطلع، القناة دي بتبقى شغالة لحد اليمين والشمال زي هدار، تدخل مية الغسيل تدخل القناة وتيجي على الصنب اللي هو في الجنب ده اللي هو يجمع مياه الغسيل، وبعد كده ناخد المية نتخلص منها. ادي قطاع برضو، لو بصينا ادي اللي فوق اهم في الرسمه الوش قطر اللي هي فوق اهي، وادي طبقه الرمل وطبقه الزلط والاندر درين سيستم اللي هي المواسير. وفايده اللي هو الوش قطر ديت انها بتجمع الميه بتاع الغسيل، يعني الميه طالعه من اسفل لاعلى من الرمل، لو هي جمعتها في نقطة واحدة هتسحب رمل ويخرج مع مية الغسيل، لأن أنا بعمل الغسيل بمعدل عالي جدا، فأنا بخلي المية تخرج من كل القنوات. لو بصينا في الرسمة اللي تحت ديت هنلاقي قنوات الوش ووتر جتر، أدي 1 2 3 4، المسافة بين القناة والتانية 2 متر. ففي حالة الغسيل المية بتطلع من أسفل لأعلى في القنوات، يبقى القناة دي بتجمع المية على كل الفلتر زي ما أنت، وفي قناة رئيسية موجودة في النص كده، بحيث إن مية الغسيل إحنا اللي إحنا شايفينه ده في أثناء الغسيل، هنبص نلاقي أدي مية خارجة من فتحات الوش جتر أهي على القناة الرئيسية، فبتجمع المية بانتظام على كامل مسطح الفلتر، فما يحصلش خلخلة للرمل. يا دكتور برضه قطاع في الرابد ساند فلتر نفس الكلام. بنعمل الغسيل ازاي؟ ميه الغسيل اللي بيتم بيها غسيل الفلتر بتبقى ميه، يعني مش معقول نجيب ميه خام فيها رواسب ونغسل بيها، فاحنا بنجيب ميه نقيه، ميه شرب نقيه نستخدمها في عمليه الغسيل. الميه دي بنجيبها منين؟ يا اما بنعمل داخل المحطه خزان عالي للغسيل نخزن فيه كميه ميه كافيه لغسيل الفلاتر، يبقى ميه نقيه خلاص مفرطره جاهزه للتوزيع، اخزنها في الخزان العالي ده. الخزان العالي ده ارتفاعه قد ايه؟ من 7 ل 10 متر فوق طبقه الرمل. ساعه الغسيل اهو بتوصل بماسوره الوش ووتر، هنفتح المحبس رقم دي، هيروح المحبس ده يدخل لي ميه الغسيل تمشي بخلال طبقه الزلط والرمل، وبعدين تتجمع في الوش قطر وتنزل في الصنب، وبعدين تخرج من الدرين اللي هو موجود على الشمال. ده قطاع في الايه، في الفلتر. حتى ادي فوق كده بيقول لي الوش ووتر ترف او جتر اللي هي قناة الغسيل اللي هي بتجمع مياه الغسيل. ده برضو كذا صورة للقطاعات، الفلتر طبقة الرمل والزلط والاندر درين سيستم. في بعض الحالات ما بنعملش مواسير، بنعمل سقف مثلا من خرسانة ونحط فيه مجموعة فواني، الفواني دي عبارة عن مواسير، يعني اللي احنا شايفينها في الشكل اليمين تحت في اليمين دي تبقى موجودة في السقف فيها ثقوب، فبتسمح بمرور المية وما تسمحش بمرور ايه الرمل، دي اسمها ايه فواني. وفي حالة الفواني ساعات ما بنحطش طبقة زلط، يبقى بنحط طبقة رمل، لان احنا ايه عاملين قطر الفتحات بتاع الفواني اصغر من قطر الايه الرمل. ده برضو من ضمن بعض الاشكال للاندر درين سيستم. عملية تشغيل وغسيل الفلتر. دكتور، هو مدخل المياه هو مخرج مياه الغسيل؟ لو جينا على الرسمة اللي هي موجودة دي. يا دكتور، أيوه، هو مدخل المياه العكرة هو نفس مخرج مياه الغسيل ولا لا؟ نرجع للرسمة اللي هي لو جينا في الرسمة اللي احنا شايفينها دي، ادي مدخل مياه الغسيل اللي هو الوش ووتر. الوش ووتر بتدخل على ايه؟ على الاندر درين سيستم اللي هو الاندر درين سيستم، وتدخل من المواسير بقى المثقبة بتمشي عكس من الماسوره الكبيره للمواسير الصغيره، تخرج من الثقوب وبعدين تخرج خلال طبقه الزلط وبعدين طبقه الرمل وتخرج على الصنب اللي في الجنب ده، وتتجمع بقى في ماسوره الدرين. دي ماسوره خروج مياه الغسيل اللي هي المحبس اللي هو مكتوب عليه حرف
سي، ده دورة مياه الغسيل. لكن دورة التشغيل اللي هي الانفلنت، اللي هي مثلا الدخول، حالة الدخول المية هتدخل من المحبس رقم ايه وتبدأ تدخل، تطلع بقى من هنا من الصم على الوش ووتر جتر، تنزل من الوش ووتر جتر تتوزع على طبقة الرمل، خلاص الفلتر بيبقى له منسوب مية في حالة التشغيل أعلى حتى من الوش جتر. المية هتمشي خلال طبقة الساند الجرافل الأندر درين، بس هتخرج بقى من المحبس اللي هو رقم بي اللي هو الإفلنت اللي هو المخرج بتاع المياه المرشحة. يبقى دي مسار المياه المرشحة ومسار المياه الغسيل. تمام. لو بصينا لها في الرسمة الأساسية الأولانية خالص، أدي ماسورة الدخول ممكن تبقى بالشكل ده، تمشي خلال المية وهتخرج من المحبس رقم 2 اللي هو مخرج المياه، تمشي خلال الرمل الزلط الأندر درينج اللي هو مواسير تجميع المياه أسفل المرشح، وبعدين تخرج من محبس رقم 2. في خلال الغسيل المياه بقى بتاع الوش ووتر اللي هي جاية سواء من خزان عالي اللي احنا شفناه في الرسمة التانية، أو ممكن نجيبها من خزان أرضي ونضخها بطرمبات، يعني تديني ضغط اللي أنا عاوزه للغسيل. يبقى الوش ووتر يا إما هتيجي من خزان عالي، وده في المحطات القديمة، دلوقتي بقينا نعمل لأ، بنجيب طرمبة تضخ المية بالكمية والضغط اللي أنا عاوزه. هتمشي برضو تدخل على الأندر درينج سيستم وتطلع المية لأعلى، وبعد كده تمشي خلال الجرافل الساند وتتجمع في قنوات الغسيل وتنزل على جزء الصمب وتخرج من محبس رقم 3 اللي هو رايح المية رايحة ايه تو ويست، اللي انا هرميها يا اما في المصرف استخدمها في الري اي حاجة. طيب لما انا اجي اعمل غسيل بقى، الغسيل ازاي؟ ما ازاي بقى بنشغل الفلتر؟ يبقى التشغيل احنا قلنا المسار بتاعه. طب الغسيل قلنا هنجيب المية من الوش ووتر اللي هو الفلف رقم 5 هتدخل في الأندر درينج سيستم الماسورة الرئيسية، وبعدين تبدأ على المواسير الفرعية، وبعدين تخرج من الثقوب بتاعتها على الزلط على الرمل. المية دي بمعدل كبير 5 أو 6 مرات معدل الترشيح هتاخد الرواسب. طب يجي واحد يقول لي طب ما الرواسب دي ممكن لزقت في حبيبات الرمل، يعني المية حتى أنا مع إنها بضخها بضغط عالي وكمية كبيرة مش هتاخد كل الرواسب. طب نعمل ايه؟ احنا عاوزين نضمن ان الرواسب تسيب حباية الرمل وتخرج مع المية. فقالوا ان احنا ممكن نستخدم الهواء، يعني نضخ هواء زي دورة الغسيل كده عكسي، يبقى هواء مضغوط اللي هو الكمبريست اير اللي هو الفالف رقم 4 ده، هنروح ضخين الهواء في الاندر درينج سيستم هيدخل في الماسورة الرئيسية، المواسير الفرعية يخرج من ثقوبها على طبقة الزلط على طبقة الرمل. طب الهواء ده يعمل ايه؟ بضخ هواء بضغط عالي بكمية كبيرة، فالهواء ده بيعمل ايه؟ زي خلخلة لحبيبات الرمل، يعني بيرفع حتى الحبيبات لأعلى، يعني متخيل ضغط هواء كبير بيحاول الميديا دي تعمل لها انتفاش لأعلى وخلخلة، فالحبيبات بتتحرك، لما تتحرك بيحصل ايه؟ المواد العالقة اللي لازقة فيها من الحركة بتاعتها مع بعضها بتفك. يبقى أنا لما بضخ هواء يعمل إيه؟ غرض منه خلخلة الإيه؟ الرواسب، خلخلة طبقة الزلط والرمل وخلخلة اللي هي حوالين حبيبات الرمل، بحيث إنها تفككها من حباية الرمل، بحيث إن أنا بعد كده لما أمشي مية الغسيل ياخد الرواسب دي. يبقى دي دورة الإيه؟ طب الغسيل بيتم إزاي؟ او هنقول بقى دورة التشغيل وهنشرحها على الشكل اللي قدامنا. في دورة التشغيل الفلتر اول ما بنملاه زلط ورمل زي ما انتم شايفين كده بنعمله زي عملية غسيل ونطرد الهواء الموجود فيه، لان لو فيه هواء هيعمل شورت سيركت للمسارات ويعمل خلخلة للحبيبات يعمل مشكلة وكراك في الميديا. فبروح فاتحين المحبس اللي هو بتاع الوش ووتر ده اللي هو فيه مياه نقية من أسفل لأعلى، هتمشي المياه خلال طبقة زي الغسيل كده، تمشي طبقة الرمل الزلط الرمل
وتخرج، يبقى لو في اي مواد كيميائيه، اي رواسب، اي تراب، اي حاجه موجوده في الزلط والرمل بتاخدها، ونفتح محبس رقم 3 للويست علشان ايه نتخلص منه، يبقى المايه دي نخرجها. يبقى اول حاجه دي في اول بس تشغيل، اول مره نشغل الفلتر عشان نعمل له عمليه غسيل. طيب بعد ما عملنا العمليه دي بنروح فاتحين نبدا بقى نشغل التشغيل، نفتح محبس رقم 1 اللي هي المايه الجايه من المرحله اللي قبل كده اللي هي الكواجوليشن. المايه هتمشي خلال الفلوت فالف، هتبقى المايه فوق طبقه السند، هتمر خلال السند، هيتم الخمس عمليات اللي بيتم بيهم الترشيح، ويتم ترشيح المايه. بعد كده النقية من الجرافل والرواسب هتتحجز في السند ومن الاندر درينج وتخرج. طب المايه في خلال بدايه التشغيل لسه، انا بقول انا عاوز الطبقه اللي فيها البكتيريا الملتصقه دي تتكون، فمش هيبقى بالكفاءه المطلوبه، يبقى المايه ما تمش تنقيتها بالكفاءه المطلوبه لحد ما الطبقه البيولوجيه دي تتكون، فالمايه ما ينفعش استخدمها في الشرب. ففي الحاله دي ان انا هاخد المايه من خلال محبس رقم 6 اللي هو موجود ده، واتخلص من المية دي اوديها للويست او اعمل لها اعادة تاني للفلتر. يبقى المية دي اسمها مياه التحضير اللي هي المحبس رقم 6. لما المية توصل بقى نقيس الجودة بتاعتها ونقيس العكارة ونلاقيها وصلت للي احنا عاوزينه، نروح قافلين محبس رقم 6 ونفتح محبس رقم 2 اللي هو المحبس خروج المية المرشحة. يفضل الفلتر بقى شغال 12 لحد 36 ساعة لحد ما الهيد لوسز بتاعه يوصل 2 متر ونص. يبقى في الحالة دي الفلتر بدأ ينسد، نوقف الفلتر، بيبقى عندي عداد بيقيس الهيد لوسز، أوقف الفلتر وأقول الفلتر عاوز يتغسل. طب هنغسل إزاي؟ نروح فاتحين المحبس بتاع الهواء ده، نقفل كل المحابس ونفتح المحبس بتاع الهواء ده لثلاث أربع دقايق أسفل لأعلى، يعمل خلخلة للرمل والزلط والرواسب الموجودة. بعد ما فتحنا محبس الهواء هنروح فاتحين محبس رقم 5، والمية هتمشي خلال طبقة الجرافل من أسفل لأعلى والرمل، هتروح واخد الرواسب وتخرج على الصمب. نروح فاتحين محبس رقم 3 لحد ما يتم الغسيل. الغسيل ده بيبقى فترة قد إيه؟ من 10. بعد ما عملنا عملية الغسيل بقى الفلتر جاهز إن يشتغل. نروح فاتحين محبس رقم 1، المية تمشي من أعلى لأسفل، نستنى فترة التحضير اللي هي حوالي 10 دقايق لما تتكون الطبقة البيولوجية حوالين الحبيبات والكلام ده، ونفتح محبس رقم 6 ده لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق خلاص المية وصلت للجودة بتاعتها، نفتح محبس رقم 2. طب يا دكتور، هو مش في حالة الغسيل ديت أكيد بيطلع يعني رمل معانا وكده؟ لا، ما وظيفة بقى الهوش جتر اللي فوق ده ان هو ان يضمن ان المايه تطلع بالتساوي من كل قطاع الفلتر، فما يطلعش رمل مع المايه ده. تمام. بس عشان ايه نخلي بالنا ان المايه الغسيل المايه بتطلع من اسفل لاعلى، الهوش جتر فوق طبقه السند بحوالي 60 سنتي او 70 سنتي، فاحنا بيحصل انتفاش لطبقه الرمل وتنتفع شويه، بس ايه احنا بنحافظ ما بتخرجش مع الميه. الاوبريشن بقى بتاع العمليه اللي هي الاوبريشن والكلينج بروسيدير او الواشنج بروسيدير للفلتر موجوده في الجدول ده. الستيب رقم 1 هنفتح محبس رقم 1 ومحبس رقم 6 اللي هو ده بتاع التحضير، وكل المحابس مقفولة. يعني لما بنتكلم على محبس 1 و6 دول بنفتحهم لمدة مثلا 9 أو 10 دقايق عشان نكون الطبقة الموجودة اللي بيتم بالترشيح. رقم 2 نفتح المحبس رقم 1 ورقم 2، ودي فترة التشغيل، يبقى المية تدخل من 1 وهتخرج من محبس رقم 2 مية مفلترة كويسة. رقم 3 هنفتح المحبس رقم 3 اللي هو بتاع الويست بحيث نفضي الفلتر عشان نعمل له عملية غسيل. رقم 4
هنفتح المحبس رقم فيه 4 اللي هو محبس الهواء الكومبريسد اير، الهواء يدخل يعمل خلخلة للحبيبات والكلام ده لثلاث أربع دقائق. رقم 5 هنفتح المحبس رقم 5 اللي هو دخول مياه الغسيل، ومحبس رقم 3 خروج مياه الغسيل اللي هو الويست لمدة 10-15 دقيقة اللي خلالهم بيتم إزالة الرأس. الكلام ده مكتوب أهو، أنا كاتبه بالتفصيل لعملية تشغيل الفلتر. الديزاين كريتيريا بتاع الرابيد ساند فلتر، ادام بنتكلم بقى على ديزاين كريتيريا، يبقى اول حاجه واهم حاجه عندنا اللي هي الريت اوف فلتريشن، معدل الترشيح. معدل الترشيح هنا للرابيد ساند فلتر من 120 ل 200 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، يبقى دي اهم حاجه. السلو ساند فلتر لو انتم فاكرين كنا بنقول تقريبا من 3 ل 8، هنا من 120 ل 200، يعني فرق المساحه ده اقل 25 مره لحد 40 مره اقل. دكتور ايوه ممكن بقى ناخد الجزء ده بالله عليك المره الجايه احسن كده، الدنيا ساحت مننا خالص والله، كده كده احنا هنتوه خالص فعلا. يعني انا هو خلاص الجزء ده ديزاين كريتيريا، هم الشريحه دي واللي بعدها هنخلصهم وهنعيدهم المره الجايه بس عشان الوقت بتاعنا. ماشي تمام، بس يعني هو الاهم حاجه بالنسبه لي هنا الريت اوف فلتريشن. الريت اوف فلتريشن 120 ل 200، يبقى مساحه الفلتر هتساوي ايه؟ الكيو ديزاين على الريت اوف فلتريشن، بدل ما كنا بنقسم على 5 هنقسم على 150 يديني المساحه. طب الفلتر الواحد مساحته قد ايه؟ اقل من 100 متر مربع، هناك كان ممكن يبقى 1000، هنا الفلتر الواحد يبقى 100. المسافه بين الطول والعرض من 1.25 ل 1.5 دي مش مهمه. الماكسيمم هيد لوسز اللي هو بقى لما بنوصل له عشان عاوزين نعمل غسيل للفلتر من 2 ل 3، فاحنا غالبا مثلا على 2.5 نوقف الميه ونعمل غسيل. التفاصيل بقى السيكنس اوف ساند لاير، تخانه الساند من 60 ل 75 سم، الرمل 30 ل 60، الافكتيف سايز اوف ساند، الافكتيف سايز اوف جرافر، الساند يونيفورميتي كوفيشنت اقل من 1.7، ارتفاع الميه فوق الفلتر من 1.5 ل 2، دي الابعاد الموجوده في القطاع اللي احنا المفروض نحفظه. القطاع موجود فيه سمك طبقه الرمل، سمك طبقه الزلط، ارتفاع الميه فوق الرمل، ارتفاع الميه اللي هو القطاع المرسوم عندنا. المده ما بين اللينس اوف ران بتوين تو ووش من 12 ل 36 ساعه، اللي هو طب هم 12 ولا 36 اللي بيحددهم الفاقد في الهيد اللي هو الهيد لوس. التايم اوف ووش اللي هو بيتم فيه عمليه الغسيل، ان انا بمشي ميه بالعكس من 10 ل 15 دقيقه. الريت اوف واشنج الغسيل اللي انا بغسل بيه من اسفل لتحت قلنا بيساوي من 5 ل 6 مرات. الريت اوف فلتريشن اماونت اوف واش ووتر، يعني لما اجي احسب كميه المياه الغسيل اضرب المساحه السطحيه للفلتر في 5 او 6 في الريت اوف فلتريشن يديني كميه مياه الغسيل. كميه مياه الغسيل بتبقى في حدود من 2 ل 5% من المياه المنتجه. الوش ووتر بريشر بقى من كذا ديوريشن اوف ووش ويز اير، يعني لما بنستخدم بقى الهواء فتره الهواء بنستخدمه من 3 ل 5 دقائق. كميه الهواء الاير كوانتيتي من 37 ل 75 متر مكعب هواء لكل متر مربع في الساعه. سرعه الهواء في الانبوبه بتاعه الهواء من 15 ل 20 متر على الثانيه. المسافه ما بين اقصى مسافه بين القطر اللي هي قنوات الغسيل 2 متر. عاوزين نصمم بقى الوش ووتر جاتر اللي هي قنوات الغسيل، لا علاقه كده ستاندر كيو بتساوي 76 بي في الاتش استاد على 2 كيو اللي هو الشارج بير وان ووش جاتر. يعني انا هشوف الفلتر ده عرضه 10 متر اقسمه على 2 في 5 قنوات غسيل، تصرف القناه الواحده هيبقى هقسم التصرف بتاع مياه الغسيل على 5، يبقى جبت ده التصرف بتاع الايه، وده بنعوض بيه بالريت على المينت.
البي عرض القناة، وده ستاندر بناخده من 40 ل 60 سنتي، ممكن ناخده 50 سنتي. وبعد كده من العلاقة دي المجهول اللي هو الاتش اللي هو عمق القناة، وهنجيبه من الايه، من العلاقة دي. طب عدد الفلاتر، احنا كنا في السلو ساند فلتر بنقول 2، لا هنا حسب عدد الفلاتر، لان انا الفلتر زي ما انتم شايفين كده بياخد وقت الغسيل، يعني انا باخد الفلتر وكل يوم بعمل غسيل، فلازم يبقى فيه فلاتر احتياطي للغسيل. يبقى النمبر فلتر، عدد الفلاتر الموجوده في المحطه بيساوي ديزاين نمبر اللي انا جبته، هقول كيو ديزاين على الريت اوف فلتريشن هيديني الاريا، هقول مساحه الواحد 100 متر طلعوا 5، يبقى ده ديزاين نمبر ان سمول. لو العدد اكبر من 5، يعني لقيت العدد الفلاتر اكبر من 5، هاخد 2 احتياطي للغسيل. اذا كان العدد اقل من او يساوي 5 فلاتر اللي هو ديزاين نمبر اللي هو ان سمول ده، هناخد فلتر واحد احتياطي للغسيل، يبقى ده عدد الفلاتر. يبقى اما تيجي محطه مثلا نقول لك فيها 12 فلتر بيت، طب العدد الفلاتر التصميميه بتاعتها كام؟ ادام 12 يعني ازيد من 5، يبقى في 2 احتياطي، يبقى عدد الفلاتر التصميميه للديزاين نمبر ان سمول هيساوي 10، وهكذا. ودي تحت بقى علاقه لحساب كميه مياه الغسيل، عباره عن نمبر اوف فلتر ويجد ات سيم تايم، يعني انا ممكن اغسل فلتر اغسل 2 في نفس الوقت في وقت الغسيل اللي هو مثلا 10 دقائق في الريت اوف واشنج اللي هو معدل مياه الغسيل في السيرفيس اريا، هيديني كميه مياه الغسيل. الديزاين كريتيريا بقى بتاع المواسير بتاع الفلتر، لو انا عاوز اصمم ماسوره الدخول الخروج، ماسوره الغسيل، ماسوره التحضير، بصممها بالسرعه. انا عندي العلاقه بتاع التصميم كيو بتساوي الاي في الفي، التصرف بيساوي مساحه المقطع اللي بيمر فيه التصرف في السرعه. يبقى انا لما اجيب عندي التصرف اللي بتاع مياه المياه اللي داخله الكيو ديزاين، وعاوز اجيب مساحه المقطع بتاع الماسوره عشان اجيب قطرها، يبقى هفرض السرعه بتاع ماسوره الدخول من 3/10 ل 8/10، يعني 5/10، واجيب مساحه قطر الماسوره، ماسوره الخروج من 1 ل 2 متر، وهكذا. دكتور ايوه كده خلاص بقى نكمل المره الجايه باللي عليه كده، والله كتير كده كتير، احنا خلاص والله فصلنا بجد. خلاص اخر شريحه ايه اللي هي مميزات بس وعيوب الفلاتر. انا منزل لكم ونزلت لكم الكلام ده قروب بالراحه، وانا اعد لكم الجزء الاخير ده المره الجايه بسرعه دي. هو النظر ده مطلوب مننا يا دكتور؟ حضرتك هتعد النوبه الجايه، فخلاص نستكفى الغيط كده، وحضرتك نبدا الجزء ده بقى من النوبه الجايه. ما انا بقول لك دي اخر شريحه، استحملني في الشريحه دي. تمام بس هنقول مميزات وعيوب الايه الرابيد ساند فلتر. المميزات من الكلام اللي احنا قلناه، معدل الترشيح بتاعه كبير، اعلى من السلو ساند فلتر، يبقى له معدل ترشيح كبير. الميزه الثانيه بيحتاج الى مساحات اقل. ثلاثه بيحتاج الى كميات رمل اقل، يعني انا بكميات رمل قليله وما بعمل مش كل شويه بستبدل رمل، اشيل طبقه رمل واحط مكانها. العيوب بتاعته، لابد من وجود معالجه كيميائيه قبل، يعني لازم يكون في كواجوليشن وفراكوليشن قبل عمليه الايه الرابيد ساند فلتر. بيحتاج بقى لتكنولوجيا اعلى واعمال صيانه دوريه، يعني زي ما انت شايف ان انا بغسل وعندي كذا محبس وافتح محابس واقفل محابس بوقت معين وضغط معين وكميه معينه، يبقى محتاج ايه تكنولوجيا واعمال صيانه اعلى. بينتج عنه كميات سلادج كبيره، يعني انا معدل ترشيح كبير، ففي رواسب كتير بتتحجز بسرعه، بعمل غسيل فبقى عندي كميه سلادج رواسب لازم نتخلص منها. فاحنا قلنا يا اما بنرميها في الترعه في المصرف، او بنستخدمها في ري الحدائق والمنتزهات في المدن الجديد. يعني الفلتر ده ما بيقضيش على البكتيريا زي السلو ساند فلتر، يبقى لان البكتيريا الحبيبات كبيره ما بتقعدش وقت كبير، فما بيزيلش البكتيريا بكفاءه. طيب اخر حاجه بقى، احنا نعرف وقتين ان احنا عاوزين الفلتر ده عاوز يتغسل، يعني عندي الرابيد ساند فلتر ايه اللي يعرفني انه عاوز يتغسل؟ اول حاجه اذا زاد الفاقد في الضغط اللي هو الهيد لوسز ما بين المايه اللي داخله واللي خارجه، معنى كده ان الفتحات ما بين الحبيبات اتسدت، فالفلتر عاوز غسيل.
ازازات تعكر الميه يعني وقلت جودتها، يعني لقيت الميه اللي خارجه من الفلتر العقاره بتاعتها عاليه، فبالتالي يبقى الفلتر ده عاوز يتغسل. اذا مرت اقصى فتره تشغيليه للفلتر، احنا قلنا الفلتر ده من 12 ساعه ل 36، بعد ال 36 ساعه بيحصل ايه؟ بيحصل سيمنتيشن للرواسب، يعني الرواسب الملتصقه حوالين حبيبات الرمل بتتسلط وبتجمع حبيبات الرمل مع بعض، يعني كانها بتعمل تحجر للحبيبات الموجوده في الفلتر، فبتبقى عمليه الغسيل بعد كده صعب. احنا كده اتكلمنا على السلو ساند فلتر، رابيد ساند فلتر، هتلاقي في الشرائح اللي نازل لكم كذا مثال، والحل هو هتلاقي الحل بسيط جدا كمساله. المطلوب منا في السؤال ده في اذكر يعني صمم وارسم قطاع للفلتر، يبقى القطاع اللي احنا جايبينه الافيشن ده يترسم وهنصمم نصمم. تاني حاجه خطوات تشغيل الفلتر سواء سلو ساند فلتر وخطوات غسيله او تنظيفه بتاع السلو ساند فلتر او خطوات تشغيل والرابيد ساند فلتر، هنقول ايه الجدول اللي هو موجود ونقول ايه الخطوات، ده المطلوب مميز، وطبعا مميزات وعيوب كل نوع. في سؤال؟ شكرا يا دكتور، شكرا. احنا بالنسبه لنا الاسبوع الجاي هيبقى اونلاين ولا هيبقى حضوري؟ اونلاين خلاص ان شاء الله، ربنا يسهل. الاسبوع الجاي غالبا اونلاين.